الله الله، على فين يا جماعه؟ احنا خارجين يا شريف. عندنا خارجين مشوار ضروري. خارجين رايحين فين؟ والله يا شريف مش هكدب عليك، احنا رايحين الكوافير. قلتي له ليه بس يا منى؟ كنت عايزه اعملها له مفاجاه. ما هو لازم يعرف بقى يا علا، انت عارفه. بصراحه بقى يا شريف، احنا خارجين رايحين الكوافير وكنا هنسيب البنات معاك شويه. يا خبر، هتسيبوا البنات معايا؟ معلش هنتقل عليك بس يا شريف لحد ما نيجي، ساعتين بالكتير. خلاص ماشي ماشي يا علا، بس ما تتاخروش، انا عارف ان قعده الكوافير دي بتطول، فما تتاخروش عليا الله يخليك. لا حاضر حاضر يا حبيبي، مش هتاخر خالص. حاضر يا جوز اختي، حاضر. ده انت امير قوي وطيب خالص، يا سلام. ايوه ثبتيني ثبتيني يا منى ثبتيني. يلا بينا يلا بينا يا علا قبل ما البنات ياخدوا بالهم. ايه بابا اللي هيقعد معانا يا طمطم؟ انا مبسوطه خالص يا عم شريف، انا بحبك قوي. انا كمان بحبك يا طمطومة، بس عشان خاطري ما تبهدلوش الدنيا. لا لا يا بابا، احنا هنلعب لعبة جميلة من الالعاب بتاعتنا. خير يا رب، هتلعبوا ايه يا ست توتة؟ عاوزين نلعب معاك استغمايه، ايه رأيك؟ والله يا بنات انا كمان وحشني اللعب معاكو، يلا بينا. مين اللي هيستغمى بقى يا بابا الاول؟ تعالوا نلعب كده. لا انت يا بابا اللي تستغمى، ايه رأيك؟ استنوا بس، هنلعب كيلو بامية وبعدين نشوف مين اللي هيستغمى. ماشي خلاص، انا بحب البامية قوي. بامية ايه بس اللي بتحبيها يا توتة؟ كيلو بامية. كيلو بامية القطة العامية. ها احنا نكمل ولا ايه يا جماعة؟ خلاص خلاص، انا اللي هستخبى وانتوا اللي هتدوروا عليا. هي ماشي يا بابا. هي يا ترى يا اصحابي، هنمسك عمو شريف ولا لا؟ اكيد هنمسكه، احنا شطار جدا جدا. بس طبعا يا اصحابي لازم تعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير كمان وسبسكرايب للقناة. اهم حاجة تضغطوا على زرار اللي علامة الايد بتاعته صباعها لفوق. واحد اتنين تلاتة. شاطرين يا اصحابنا، يلا بينا ندور على عمو شريف. يا سلام يا سلام يا شريف، اهو ده مكان بقى محدش يقدر يوصله. انت فين يا بابا؟ رحت فين؟ عاوزين ندور عليه كويس يا طماطم، انت دوري هنا وانا هدور هنا. ماشي خلاص يلا بينا. رحت فين يا عمو شريف؟ لا لا، طب انت لازم تتكلم يا عمو شريف عشان نسمعك. انت مش هنا يا بابا، مش مستخبي تحت السرير ده؟ مفيش غير الدولاب، اكيد انت دخلت في الدولاب. مفيش حاجة في الدولاب. طيب اشوف الدرفة التانية. برضو مفيش حاجة هنا يا طماطم. وبعدين بقى انت رحت فين يا بابا؟ الله، اشوف في مكان تاني. ايه ده، رحت فين بس يا عمو شريف؟ لا انا نازل لحاف، ده ممكن يكون موجود وراه. الله ده مش هنا برضو، هيكون راح فين بس؟ وبعدين لقيتي حاجة يا طماطم؟ ما لقيتوش، هيكون راح فين بس ده؟ مش عارفة بابا استخبى فين، تفتكر يكون راح فين مننا كده واستخبى وما طلعلوش صوت خالص؟ مش عارفة يا توتة. لا احنا لازم ندور بضمير شوية المرة دي يا طماطم، تعالي ورايا. حاضر جاية حالا. ايوه كده، خليهم يدوروا ويقلبوا الدنيا، ده انا ممكن انام هنا شويه واريح دماغي منهم. مسكتك يا بابا، انت هنا من ساعتها؟ يا خبر يا شريف، اتقفشت يا شريف. يا بابا انا مسكتك. لقيتيه يا توتة؟ لقيته، تعالي هنا بسرعه. لقيته يا طمطم، لقيته اهو. مسكي معايا. خلاص يا توتة خلاص، انت ماسكه حرامي. مش مسكتك يا بابا. مسكناك يا عمو شريف، مسكناك اخيرا. لا مسكته يا طمطم. خلاص يا ستي بقى. الله ايه ده، ايه اللي انتوا عملتوه ده يا بنات؟ انتوا قلبتوا الدنيا كده ليه؟ الله مش كنا في مهمة بحث يا بابا، ابحث مع الشرطة. بحث؟ طب تعالوا بقى نلعب لعبة مهمة قوي دلوقتي. لعبة ايه يا ترى؟ لعبة تنظيف البيت، لان ماما هتيجي تنظفنا كلنا لو ما لقيتش البيت زي ما خرجت وسابته. لا يا بابا احنا ملناش في اللعبة دي. ازاي يعني لازم تلعبوا معايا اللعبة دي؟ احنا مش لعبنا مع بعض الاولانية؟ ايوه طبعا. طب نظفوا معايا يا بنات، يلا روقوا معايا بسرعة.
حاضر حاضر يا عم شريف، هنتفرج بس على مسلسل التلفزيون ده بسرعه وبعدين نروق مع حضرتك. اه يعني انا بقى اللي هتدبس في الشقه دي ولا ايه؟ وانت هتقعدوا تتفرجوا على المسلسل؟ هنشوف بس الحلقه دي يا بابا وبعدين نساعدك حبيبي. يا غلبك يا شريف. اه يعني اروح فين بس يا ربي؟ بقى كده يا بنات دلوقتي بتبيعوني؟ ماشي ماشي يا بنات. ودي كانت لعبتنا النهاردة يا أصحابي، أتمنى أن هي تكون عجبتكو. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات أكتر شخصية حبيتوها وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت هتعجبكو خالص. ولكل أصحابنا اللي بيشوفونا لأول مرة ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الأحمر تحت الفيديو وكمان تفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكوا كل ألعابنا الجديدة اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكرة يا أصحابي مع لعبة جديدة وفيديو جديد من قناتكم الجميلة قناة ألعابي. باي باي يا أصحابي.